السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هتكلم بالعربي. حينما علمت بالمؤتمر القمة الإنساني أنا سميته حلم Dream Summit. بدأنا الحلم بلا شيء، بلا شيء يعني بلا شيء. فاليوم بنحتفل، Today we celebrate. 39 ورشة في 36 دولة عملناها سويا، وهي دي الشراكة الواقعية الحقيقية اللي بنهني فيها اليون واتشا والاو اي سي والليج اوف عرب ستيت. وطبعا بنهنيكم جميعا، لان بدون هذه المؤسسات التي احتضنت هذه الورش وبدون مشاركة هذه المؤسسات الاقليمية والاممية ما كنا نصل لهذا الرقم. فاليوم نحن نحتفل، بمعنى احتفال. And I mean it. من بعض المخرجات هي كان إبراز دور المؤسسات اللي نظمت هذه الورش العمل، إبراز أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني الإنسانية في دول الجنوب وأنها شريك فاعل في المسيرة الإنسانية الدولية، إبراز دور الجاليات العربية اللي موجودة في أوروبا وفي أمريكا وأنها ليست مصدر للإرهاب ولكنها مصدر لبناء المجتمعات الفقيرة ومصدر لتصدي الكوارث الإنسانية في الصومال وفي كل مكان في العالم. أبرزنا أيضا في المشاورات دور إبراز تأثير قوانين محاربة الإرهاب على العمل الإنساني، من صعوبة في تحويل الأموال إلى التأثيرات الأخرى. أبرز أيضا دور الشباب والنساء. قطر استضافت مؤسسة روتا المشاورات الشبابية، ونشكر روتا على هذا. أما دور النساء فمنا هنا، في كان دور واضح جدا للنساء التي تقود مؤسسات مجتمع مدني زي في السعودية في مؤسسة الوليد الأخت عبير، أو هنا في عندنا شذا، وعندنا مين تاني، سمية الميمان، وعندنا هديل، وعندنا في دبي كذلك شيماء إلى آخره. هؤلاء النساء يعدلن الرجال في العمل الإنساني وفي أعمال أخرى، فلا يهمش في ذلك دور المرأة. هن خديجة وفاطمة وعائشة في القرن 21 وال22 وال23. وأسماء وكل اللي أنت عايزه، ربنا يبارك فيك إن شاء الله. أبرزنا أيضا في المشاورات دور بناء الجسور بيننا وبين حكوماتنا وبيننا وبين مؤسساتنا الداخلية. نحن لن نعمل في معزل عن مجتمعنا، ولن نعمل في معزل عن حكومتنا، ولن نعمل في معزل عن المؤسسات الدولية. لابد أن تبنى الجسور وتبنى الشراكات وينسق العمل لكي لا يهدر المال. الاعتماد، أبرزنا دور الاعتماد على الكفاءات من داخل اللاجئين والنازحين نفسهم. القضية السورية فيها كفاءات عالية جدا، فلا بد ان تستفاد من هذه الكفاءات. ابراز القطاع الخاص اللي اتكلمت فيه. نحن الان بعد كل هذا كمنظومه رسمنا خريطه طريق سنسير فيه سويا، ولن نتوقف بعد اليوم في هذا العمل كمؤسسات مجتمع مدني. أنا لا أتكلم عن مؤسسة أمثلها، أنا أتكلم عنا جميعا. لا تستطيع مؤسسة بوحدها أن تقوم بما قمنا به جميعا. سنسير سويا قبل انعقاد مؤتمر القمة، أثناء انعقاده وبعد انعقاده. الجمال في الموضوع أن كانت الأمم المتحدة مش حاطة رؤية لما بعد القمة، لتتركنا نحن نحدد هذه الرؤية، وسنحددها بإذن الله.
الأمر لا تضمن المؤسسات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة على الإصلاح الداخلي لكي نكون فعلا شركاء فاعلين داخل أروقة هذه المؤسسات وداخل إدارات هذه المؤسسات، لأن لنا دور رائد نتمتع به ولنا شعبية كبيرة بين المجتمع في الذي نعمل فيه والمجتمعات الأخرى. والإصلاح الداخلي الذي يسمح بوجود هذه المؤسسات العربية داخل مؤسسات الأمم المتحدة، داخل الجامعة العربية، داخل منظمة التعاون الإسلامي. عندنا ممثل واحد فقط، دكتور عبد الله المعتوق. انا مش عايز عبد الله معتوق واحد، عايزين من السعوديه عبد الله معتوق، من قطر عبد الله معتوق، ومن البحرين عبد الله معتوق، كل مكان عبد الله معتوق، لان عندنا كفاءات تستطيع الامم المتحده ان تتمتع برؤاها واعمالها التي هي ليست اعمال فقط اقليميه او محليه. انا بس خلصت عشان ايه ما اطولش كده. نحن جميعا هنا لمحاربة ثلاث أو أربع أشياء: محاربة الإرهاب، محاربة التطرف، محاربة الانعزالية والأصولية الغير سوية، ولكن سنحاربها. كيف نحاربها؟ سنحارب هذه المنظومات بالحب والإخاء والود والتكامل، وليس بالعنف وليس بالسلاح. سلاحنا الوحيد نتحدث عنه هو الحب، حب مجتمعاتنا، حب قيمنا، حب ديننا، حب ثقافتنا. ونحن كجمعيات إنسانية ومجتمع مدني لن نسمح لعجلة الزمن أن ترجع بنا إلى الوراء مرة ثانية، بل سندفعها لتسرع بنا لبناء لإحداث تغييرات مجتمعية الإيجابية وبناء السلام والأمن المجتمعي، بناء الأمن والسلام المجتمعي. وأخيرا أقول لأخي ستيف براين: We have the magic bullet for you. The magic bullet for you in the civil society. هم السيفل سايد دول your magic bullet. Use them to sort the problem of humanity out. Every individual in this room has a wealth of knowledge. We have to utilize it effectively to save humanity collectively in a diverse, effective partnership. Not funding partnership, not PR partnership. And we are your magic bullet, but we are not Pharaoh's magician. We are Moses. And Pharaoh's magician, some other story. نحن لسنا سحرة فرعون، ولكننا موسى عليه السلام. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.